سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا سبحانك سبحانك يا الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج تجليات فقهية نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر الاتصال مباشرة على هواتف البرنامج والظاهرة أسفل الشاشة. وإلى حين ورود اتصالاتكم إلينا نقرأ عليكم بعض الرسائل التي وردتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. من هذه الرسائل رسالة من الأخ حميد يقول فيها: بعت ثلاجة مستعملة إلى صديقي وقد أعطاني ثمنها، وقبل أن أعطيه الثلاجة شغلتها فخربت. أنا طبعا أقراها كما هو كاتبها، يعني مو إلا باللغة العربية الفصيحة، وإنما كما هو ذاكرها هنا في رسالته. يقول أنا قبل لا أنطيه يا أسلم الثلاجة خربت الثلاجة، ما هو الحكم في ذلك؟ طبعا لهذا المشتري له الخيار. الخيار المقصود بها هنا إما أن يفسخ العقد وترجع له فلوسه، وإما يقول لك ما يخالف أنا أقبل الثلاجة على خرابها، بس أنطيني الفرق ما بين سعر الثلاجة ومن اللي اشتريتها من عندك اللي هي المستعملة وسعرها الآن وهي خربانة، أكو فرق بيناتهن، هذا الفرق لازم يكون تسلمه إياه إذا قبل هذا المشتري بالخيار الثاني، أما إذا ما قبل فترجع له فلوسه اللي هو الخيار الأول. عندنا طبعا مجموعة أيضا من الأسئلة. الأخ بلي محمد، الأخ محمد علي يقول: إذا شك شخص بأن قطرات من البول أو المني لامست ملابسه أو فراشه ولم يكن متأكدا من ذلك، هل تعتبر ملابسه نجسة أم طاهرة؟ طبعا لابد أن يكون متأكدا، يعني متيقنا، يشوف بعينه هاي الرطوبة موجودة بهذه الملابس أو بهذا الفراش، حينئذ يقول أن هذا المكان أو هذا الفراش أو هذه الملابس نجسة. عندنا اتصال منشد من البصرة. تفضل أخ منشد، أهلا وسهلا ومرحبا بك، تفضل. شلون سيدنا، شلون عافيتك؟ الحمد لله. شنو سؤالك أخ منشد؟ سيدنا، إلى شخص مجنب، نعم، أول ملا ويغسل الملابس، الملابس تنجست لو ما تنجست؟ إذا شاف بعينه النجاسة أو المني موجودة على نعم. الملابس، نعم تنجس هذا المكان اللي لامس المني، ولازم يكون يغسل اما الموضع. نعم تفضل. هو مجنب، نعم، شخص مجنب بعد ما مغتسل ويقض الملابس يغسلهن، الملابس تنجست لو لا؟ لا ما تنجست، لانه هذا لا ما تنجست. اذا هو بايده ماكو نجاسه يقدر يغسل الملابس حتى لو هو بعد مجنب، يعني ما بهن اي شيء، يعني ما يتنجس. لا هو يعني بملامسة ايده ما يتنجسن. لا رحم الله والديك، بارك الله فيك. السؤال الثاني، اي نعم تفضل. السؤال الثاني، اذا شخص مجنب، نعم،
الى شخص مجهد وجت عليه الصلاه وجبت عليه الصلاه وما يقدر يغتسل، الماي بارد ما عنده ماي حار، الماي متوفر بس ما يقدر يغتسل فيه، الماي حار شنو يسوي حتى؟ وممكن يتمرض اذا غسل بالماي البارد؟ يخاف يتمرض يعني عنده خوفه من الماي البارد ممكن يمرضه. فهنا هنا ينتقل فرضه الى التيمم بدل الغسل. اي نعم، تيمم بدل الغسل. رحم الله والديك. والديك يا عزيزي، اهلا وسهلا ومرحبا بك. بلي، من واسط ام مقتدى. انقطع الاتصال مع ام مقتدى، ان شاء الله تعاود معنا. كان السؤال الاخ محمد علي نفس السؤال اللي ذكر الاخ منشد، يعني صدفة لطيفة هذه ان يكون السؤال اللي احنا نقراه مع السؤال اللي يجينا عبر الاتصال المباشر. زين، زينب تقول في رسالتها: هل صوت المرأة عورة؟ طبعا بغض النظر عن توصيفها بهذه الصفة، وإن كان وارد في بعض الروايات من أن صوت المرأة نعم عورة، طبعا المقصود بالعورة هو مو شتيمة، يعني مو سبة ممكن أن تسبها المرأة، لا، العورة يعني المقصود الشيء الذي ينبغي على المرأة ستره، فصوتها ينبغي عليها أن تستره. عندنا اتصال، عاودة الاتصال معنا أم مقتدى من واسط. تفضلي يا أم مقتدى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا. مولاي، عندي ابني عمره 9 سنين، هل يجب عليه الصلاة؟ 9 سنين؟ لا، تسع سنوات يعني، هذا ذكر ولد هو. اكو علامات ثلاثة تظهر على الولد، واحدة من هاي العلامات اذا ظهرت مو يصير في هاي الحالة بالغ ومكلف، منها انبات الشعر الخشن على العانة، هذه واحد. اثنين، الاستحلام ليلا او حين النوم، يعني شو وقت ما كان بس يستحلم، أو خروج المني يعني من عنده بشكل عام. وثلاثة، أن يبلغ عمره 14 سنة أو 15. أي مولاي، سؤال ثاني ممكن؟ تفضلي. وابن الثاني عمره 18 سنة. وهو عنده شمرة وحتى يعني متقطع، بس يما أنا جوعان هيك يعني كلامات، فما يعرف يعني مثل العقلية صغيرة هيك. زين شلون بالصلاة هذا؟ يعني قصدك متخلف؟ مو يعني مو متخلف كلش، يعني شي بس ما يعرف كل شي، ما يعرف كل شي. لا يعني قصدي المتخلف شنو أم مقتدى؟ المقصود بالمتخلف شنو؟ أنا ليش حكيتها بهالصورة؟ يعني لأنه الناس كلها تسمي هذا يعني هذا الشكل من الإنسان يسموه متخلف، بس هو كريم إن شاء الله مو متخلف، وإنما أنا المقصود إنه يعي، يعني يقدر مثلا من تعلمي يتعلم. لا ما يعرف حتى يعني غسول، انا اغسل له يعني ما يقدر يتعلم في الشيء. لا كلش ما يقدر يعني، هو عنده صرع ومن الصرع من اثناء الصرع حتى نطق ما يعني، بس يمه هي مكالمات يعني من ذوي الاحتياجات الخاصه احنا نسميهم. اي بالي خو، هذا اذا هيك ما عليه تكليف، ليس عليه تكليف، هذا ما مو مكلف يعتبر. نعم، اهلا وسهلا ومرحبا بك يا ام مقتدى. عندنا اتصال من واسط ايضا. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا ومرحبا. تفضلي. بس شوية طويلة يمكن تسمعها. أنا رجلي معوق حرب. نعم. عديت المرأة مال معينة، كان متزوج المرأة الأولى بس راتي توفت. زوجت أنا راتي يعني خلاها بس يمشي يسلمه.
تسلمي يعني حلال علي اخذ انا؟ احنا هو يعني معوق 100%. هو الراتب إله، مو الراتب إلها، الراتب إله. لا لا راتب المعين بلي. يعني المعين. هذا المفروض بيكم انتم تروحون الى دائرة الدولة تداورون هذا تداورون من اسم هالاسمك. وبعد بكي الصدام يعني ما مسويها الفتنة هاي المعاملة ودائرة. وبإمكانكم الآن أيضا الفلوس اللي تاخذيها ما بيها إشكال، ماكو إشكال، ولكن ينبغي عدم مخالفة قوانين الدولة. لازم تكون تروحون وتراجعون وتشيلين العنوان اللي يطون به الراتب من اسمها هي المتوفية إلك أنت الموجودة الآن حية على قيد الحياة. يعني هو ماكو إشكال، أنا دا أقول لك ماكو إشكال، تقدرين تأخذين الراتب لأن أنت أيضا ينطبق عليك عنوان المعين، راتب المعين، ماكو إشكال من الناحية الشرعية، ماكو إشكال، ولكن أنت عليك تروحين لازم تغيرين العنوان حتى ما تكونين أنت مخالفة لقوانين الدولة. يا أهلا. المهم ما عليك إشكال شرعي، ما عليك إن شاء الله إشكال شرعي. أهلا أهلا وسهلا. نعم أهلا وسهلا ومرحبا. من الديوانية أبو مصطفى، تفضل يا أبو مصطفى. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله. إن شاء الله أجمعين إن شاء الله يا أبو مصطفى. أنتم الكادر والمشاهدين أجمعين. الله يخليك، تفضل يا أبو مصطفى. الله يحفظكم إن شاء الله، النور إن شاء الله سيدنا. الله يخليكم، جزاك الله خير مولاي، الله يحفظك إن شاء الله. بخدمتكم أبو مصطفى، تفضلوا. الله يسلمك بعد عمر إن شاء الله تخدمنا الحسين سيدنا. نعم. نعم. سؤالنا الأول، ما مدة الطهارة للمرأة يعني النفاسة؟ إذا نفاس المرأة. أي نفاس المرأة 10 أيام أبو مصطفى، نفاس المرأة 10 أيام، بعد 10 أيام إذا لم ترى الدم فهي طاهرة، لازم تقوم تصلي وتصوم وتأدي كل مسائلها العبادية. نعم هذا السؤال الأول. السلفة من الدولة بها إشكال؟ نعم عيدة. السلفة من الدولة بها إشكال؟ إذا كانت ربوية يعني من بنك ربوي لابد أنه اللي يأخذ سلفة يراجع المرجع اللي يقلده حتى يسوي مصالحة وياه أبو مصطفى. إن شاء الله. نعم. احنا محملين سؤال من احد الاخوة. اي نعم. الرجل هو ما يقدر ويقول انا قرأت ضعيفة شوية وما اقدر، واحس اولاد على قراءة القرآن وما قاعد يقرون يعني، يقول هل يجوز اخذ القرآن هذا ودي للجامع للمسجد؟ القرآن يعني كمصحف ككتاب؟ اي موجود يقول عندي بالبيت. نعم. يقول انا احد اولادي يقول تدري مولاي هذا الجيل بعد انت يعني الا الله الله ما يديه. بلي بلي بلي. فيقول اقدر اخذه اخليه للجامع؟ انا يقول قراءته ضعيفه يعني شويه ما اقدر. نعم باستطاعته ذلك، وان كان الافضل ان يحثهم على قراءه القران، بس ما يخالف ما دام هو هذا القران او المصحف او النسخه من المصحف هو يملكها الا يعني مالته، فهو بكيفه يريد يوديها الجامع الحسينية يريد يعطيها الواحد مثلا، هذا الشأن شأنه خاص بي. نعم شكرا لكم إن شاء الله. خدمتكم يا أبو مصطفى، شرفتنا. أهلا وسهلا ومرحبا بك. من واسط حمزة، من واسط تفضل. نعم السلام عليكم مولاي. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا. الله يعزك. تفضل أخ حمزة. ممكن سؤال بلا زحمة؟ بخدمتكم تفضل. الله يعزك. عندي زوجتي عندها سكر وعندها ضغط. نعم. ويعني تتوم وتزيد الصوم خطية هاي يعني الأيام القادمة إن شاء الله. يعني واجب عليها الصيام لو مو واجب؟ إذا هي مريضة وما تتحمل الصيام لا. والله مولاي هي مريضة عندها سكر وعندها ضغط وتريد الصوم، هي وتريد الصوم. اي نعم، هاي اي انسان هيك يعني هو عنده رغبة بالعبادة
يريد يقدم فشي، يريد يصوم مستحب، يريد يقدم الأمور العبادية لله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى في مسائل الصوم وضع شروط، ومن شروط هذا أن يكون قادر على الصيام، مو مريض كون، مو مريض، مو صحيح لو لا. أما إذا هي مريضة، هي مريضة أي والله هي مريضة، مع ذلك فهي تجرب نفسها تصوم مثلا يوم واحد، تجرب نفسها، إذا شافت نفسها قادرة على أن تصوم تصوم، وإن شافت نفسها لا ما قادرة على ذلك وإنما يتفاقم عليها المرض يزيد، لربما يسوي عليها مرض آخر لا سمح الله، هنا يجوز لها الإفطار، تفطر وأي وما عليها أي شيء، ما عليها أي شيء. أهلا وسهلا ومرحبا بك خمسة. بلي، من البصرة عقيل، من البصرة تفضل أخ عقيل. السلام عليكم مولاي. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا، تفضل أخ عقيل. سيدنا في السؤال بلاز أحمد. خدمتكم تفضلوا. أخ عقيل حاول تتواصل وياي عبر الهاتف فقط، عوف التلفزيون، قلل من صوته، ابتعد عنا. بلي. السلام عليكم مولاي. عليكم السلام ورحمة الله. السؤال سيدنا بلاز أحمد. تفضل تفضل. نصي نعم. عباس من واسط انقطع الاتصال على عقيل، ان شاء الله يعاود معنا. عباس من واسط. السلام عليكم سيد. عليكم السلام ورحمة الله، اهلا وسهلا ومرحبا، تفضل اخ عباس. نعم. سؤالي انا رايتي كلها ضعيفة. دراستك؟ قراءتي كلها ضعيفة. ها قراءتك ضعيفة. نعم ايوه، جاي اقرأ القرآن يعني بس أأشر على آية. تأشر على آية شنو الفايدة؟ خو روح اسمع القرآن يعني بمسجل، بالتلفزيون، بالراديو، اكو ترتيل للقرآن، اكو تجويد للقرآن، سماع القرآن ثوابه بالضبط نفس ثواب القراءة، بدل ما تجي للقرآن وتأشر هيك على الآيات، روح استمع إلى القرآن، الاستماع ثوابه نفس ثواب القراءة. بس أنا يعني قرايتي يعني مو كلش قوية، أقرأ بس مو كلش قوية. ما يخالف، هذا اللي تقرأ أنت اقرأ على سبيل التعلم، يعني خلي نيتك في القراءة أنه أنت جاي تتعلم، لا بأس بالقراءة حينئذ. أما إذا تريد لا الثواب، روح استمع إلى القرآن يكون ثوابه بالضبط نفس ثواب القراءة. أهلا وسهلا بك يا أخ عباس، خدمتكم. ماهر من الناصرية، تفضل أخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا. مولاي بخدمتكم، شنو سؤالك أخ ماهر؟ والله مولاي عندي ابنية محوقة. نعم. أمها تمشي غاد لهالي. نعم. هو الدبنية محوقة. نعم. وما تمشي غاد للناس لحالي. هذول ثلاثة أيام أربعة أيام. وأنا غسلها وحافظ لها. بلي. حلال حرام. يشكوا بها تأبوها. وقال عمرها 5 سنين هي. إيه ما يخالف، أنت أبوها، أنت ايه؟ أبوها، وهي ايه؟ الآن في سن رعاية أبيها، ما بيها ايه؟ مسألة حلال وحرام، هذا جائز يجوز، إذا ماكو مرة أخرى تقوم بهالمسألة غيرك يعني لازم أنت تكون تتولى هذه ايه المسألة، بس تجنب النظر إلى العورة فقط، ايه إنه سيحاول إنه تغسل تنظف كذا تحفظ، ايه ولكن جنب النظر إلى العورة. رحم الله والديك. والديك أهلا وسهلا ومرحبا بك. أم أمير من واسط. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا أم أمير، أهلا وسهلا ومرحبا، تفضل يا أم أمير. سيد عندي والدتي. نعم. يعني مرت بها هي وما تقدر تقوم. نعم. فيعني تكرم دراها تشتاع يطلع، فالصلاة ما تقدر يعني بوقت الصلاة وهي ما حد عندها.
مرض كبيرة وإدرار بلي يصير تحفظوها؟ هي محفظيها أنتوا لو مثلا تبلل ملابسها منا ومنا؟ هي تبلل هي لازم تكون تحفظوها زين. هي مدركة تعرف ايش تسوي يعني؟ هي تعرف صلاتها مضبوطة؟ شو صلاتها مضبوطة؟ لأن سؤالش حول الصلاة مو تمام لو لا؟ هي الصلاة يعني هي تقول بخط الصلاة يفرح إدراري وما أقدر يعني لا تقدر تغسل. إذا كانت عاجزة تماما يعني لا تقدر تقوم لا تقدر تمشي لا تقدر يعني هيك نايمة على القريولة عاجزة زين، في هذه الحالة في هذه الحالة أنتوا تبدلوا لها ملابسها وتحفظوها وتجيبوا لها مثلا ماي تتوضى تمام، أو أنتوا إذا هي عاجزة تماما أنتوا وضوها وتخلوها تتوجه إلى القبلة وصلي صلاة المستلقية يعني تأشر بإيدها وتأشر برأسها إذا كانت عاجزة تماما. أما إذا كانت لا مو عاجزة تماما تقوم فهي لازم تقوم تغير ملابسها تتحفظ وتقدر تتوضى وتصلي. نعم يعني المسألة فقط في ظرف العجز. أهلا وسهلا ومرحبا خدمتكم. أهلا وسهلا. حسن من بغداد. حسن من بغداد تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا ومرحبا. شلونك مولاي؟ بخدمتكم أخ حسن. شنو سؤالك مولاي؟ إذا كان موظف نعم يشتغل بمشاريع هل يجوز أن يشتغل مشروع كنيسة يعني كبناء؟ كبناء زين. هو يعني صاحب العمل لو هو يعني عامل من ضمن العمال موظف المشروع تابع للحكومة يجوز له نعم كبناء يجوز له ذلك. نعم مو إذا هو صاحب العمل يعني نقول بالعامية هو الأسطى لا يقدر يعتذر ويعني يروح يعمل مسألة أخرى أو يروح يعمل في مكان آخر. أما إذا هو عامل هو موظف هو من ضمن شركة فنعم يجوز لأنه يعمل وما عنده وما بها أي إشكال. نعم ماكو أي إشكال إن شاء الله أخ حسن. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا ومرحبا. أبو حيدر من ذي قار. أبو حيدر من ذي قار تفضل يا أبو حيدر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أبو حيدر. شلونك سيدنا؟ الله يخدمك ويسلمك ويحفظك الحسين إن شاء الله. أهلا وسهلا تفضل. خليك تتواصل وياي عبر الهاتف أبو حيدر. بدون زحمة يعني أنا عندي في السؤال يعني بالنسبة عندي شوية المائية يعني كلش متواجد مرات ما لحق على نفسي يعني وأنا بسفر وبطريق لو بالبيت يعني وأشطف من الهزام ولي جوا يسمح لي ولا بلي إيش تقصد يعني المائية يعني الإدرار البول؟ إيه نعم الدرار ما لحق يعني ومرات أشطف في الحمام من الحزام اللي جوا مقبول لي ولا هو المفروض تشطف المكان اللي لامس البول فقط سواء من أنا اللي جوا أو فقط منطقة اللي لاح البول بس ما يحتاج تسبح كلك. ها أبو حيدر وياي مشكور اسمعك مولاي. الله يخليك يا حبيبي حضرك ويخليك. اهلا وسهلا ومرحبا بك. نعم ام عبد الله من واسط تفضلي يا ام عبد الله. ام عبد الله من واسط تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا ومرحبا. انا ورزبي احمر من قلدي الامام الصدر. نعم اي بل. وباقين على تقليده يصير نبقى على الاول لو الثاني. ها الاول لو الثاني رحمه الله عليهم اثنيناتهم الصدر لا الثاني. الثاني نعم رحمه الله عليه بل رحمه الله. زين انتم في زمانه رحمه الله عليه في زمانه كنتم مقلدي؟ اي هي من كان بحياته احنا مقلدينه. جميل اي والآن أي. لحد الآن أنتوا ما شفتوا واحد مثلا تقلدوا غيره؟ لا احنا ضالين يصير نبقى عليه.
إذا سأليني إلي أنا مباشرة، يعني مو مسألة تقليد أو مسألة مثلا علمائية، أنا يعني أتكلم باعتباري أنا من طلبة العلم وهذا الأمر إحنا متباحثين به، يعني من داخل الحوزة وكذا متباحثين. المسألة أنه المقلد هذا الإنسان العادي اللي يقلد عالم من العلماء، إذا مات عنده فرصة أن يبقى على تقليد الميت الأولاني، يعني اللي كان يقلده في زمن في حياته، فرصة حتى يبحث عن منه عن عالم آخر يقلده. هاي الفرصة إش قد تمتد؟ أي. العلماء يقولون لا حد لها، إش قد ما يظل يبحث في سبيل يقلد، حتى شنو يقلد واحد من العلماء، تمام؟ وبعض العلماء تمام. يقول لا، مدة هذه خم، ويبقى طول عمره يبحث عن العالم حتى يقلده، هذه من 6 أشهر إلى سنة. عرفتي؟ أي من 6 أشهر إلى سنة أنت لازم تكون تبحث عن عالم وتقلده، لأن أدلة تقليد العالم، تقليد المرجع، تقول أنه يجب على الإنسان العامي الغير مقلد والذي هو ليس بمجتهد أن يقلد عالما مجتهدا، والأفضل يكون الأعلم. فهاي مدة مو تظل طول الحياة أنا أقلد اللي كنت أقلده سابقا، مدة من الزمن أظل أبحث بيها. يعني ما لازم نقلد واحد، يعني احنا نختار حي. اي نعم، انتم تختاروه وحي، وان يكون بي مستوفية بي كل الشروط، شروط ان يكون مرجع تقليد، اذا استوفى به كل الشروط اقلده خلص، لان هذا هو تكليفي، هذا هو تكليف المقلد. نعم. رحم الله وجهك مولاي. والدي اهلا وسهلا ومرحبا بيك. بل ابو علي من بابل. أبو علي من بابل تفضل. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا. شلون صحتك سيد؟ الله يخليك. تفضل تفضل أبو علي. سيد أنا كنت قبل عندي حلال. نعم. أو تكرم مربي يعني شلاب وحمير وهذه. فعندي حمار جل الله. نعم شلون هاي؟ حمار عنده ويا الحلال ماشي. اي خوب نعم. فهذا من حط على فيديه ما يخليهن تكرم يطرد بيهن، وهذه ضربته من ضربته مات المسلم. شو هذا حكمه سيد؟ فأنا تعلمت عليه من ذاك الوقت لحد الآن، يعني ما عليك شيء انت ابو علي، بالنسبة لك ما عليك شيء. نعم ما عليك اي شيء. رحم الله. الله يخليك يا عزيزي، اهلا نعم. وسهلا ومرحبا بك. بلي. عاود الاتصال معنا عقيل من البصرة، أهلا وسهلا ومرحبا، تفضل أخ عقيل. شلونك مولاي؟ الله يخليك، تفضل شنو سؤالك؟ سؤال بلا زحمة عليك سيدنا. نعم. خدمتكم مولاي. أنا داوم بالرميلة بالحماية الأمنية. نعم. 10 أيام هناك، 5 أيام بالبيت. بس مرات أطلع واجب، مرات أمشي 16 كيلو 17 كيلو وأرجع. وهذا شهر رمضان صيامي هم بإشكال لو أبقى على صيامي. إيش قد أنت المقدار اللي بين وحدتك اللي أنت تداوم بها وبين بيتك، إيش قد المسافة بين بيتي والوحدة داوم بها؟ تقريبا 45 كيلو. ها وهناك أنت مو مقر تقعد بي وإنما تتحرك؟ نعم المقر مبيت هو ماشي، بس أتحرك أطلع الصبح وأرجع العصر. أها في هذه الحالة أنت كثير السفر، زين قبل لا أقول لك قلت لك الحكم كثير السفر، بس أكو في السؤال يسبقه أنه نعم. أنت إيش قد صار لك بهذا الدوام؟ صار لي من 2016. يعني قديم. فأنت حكمك سنوات. نعم يعني أنت حكمك الآن كثير السفر، وين ما كان تروح حتى لو مو للدوام أنت فرضك التمام. أنا مقلد السيد علي السيستاني. بلي هو أنا دا جاوبك على تقليد السيد. بلي رحم الله ووالديك. أنت الله. الآن كثير السفر سيدنا، فعل سؤال عدي وين ما كان تروح فرضك التمام. سؤالك الله. الثاني عدي سيدنا، عدي والدي والدتي، والدي عدي قلب وسكر. نعم. وجاي شهر رمضان يصومون ويتأذون،
يعني جاي احاول اقول لهم ما يقدرون يقولون احنا نصوم، هم يصير لهم صيام لو ما يصير. اذا هم جربوا نفسهم وشافوا ارواحهم يقدرون يصومون فالاولى هو الصوم. نعم. اما اذا لا يتمرضون يوقعون. تمام. نعم. في هذه الحالة الواجب عليهم الفدية مو الصيام. نعم. نعم. الفدية تكون هي الواجبة وليس الصيام. والفدية نعم. عن كل الشهر 22 كيلو ونص من الطعام تدفع نعم. الى الفقراء. نعم سيدنا. نعم. عندي رضيعتي رجلها ذابها. شنو رجلها شنو؟ شامها ما يعني قالها روح لأهلك وصار لها شهرين عايشة بالبيت عندنا. نعم. اليوم الصبح اتصل علي قال أرد أشوف ابني، قلت له ما أعطيك ابنك أنت ليش عفت أختي وجاي تأخذ ابنك؟ أنا خليت طردت ما أعطيته ابني. اليوم هم مش قال أنا علي بيه هذا. لا أنت المفروض بيك أنه تكون محطة مال إصلاح أفضل من ما تكون محطة مال تفريق. وحاكيته مولاي دخلت وصلاح وحاكيته قلت له لا أختي عده غلط أنا حاسبها. قال ظل يحكي وعن سيف ويشمر بذي. قلت له عمي الله محمد عليك تكتبي ما إلك أدنى والطفل يرضع. فترة الحضانة يكون هذا الطفل يم أمه إذا كان يرضع. نعم. إيش قد شنو ذكر هو أم أنثى؟ شكرا جزيلا سيدنا ومرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا. رحم الله عندك مولاي العزيز مشكورين. خدمتكم خدمتكم أهلا وسهلا. حسين من أديالة. حسين من أديالة تفضلوا. ألو. تفضل أخ حسين. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سيدنا السؤال. تفضل. تفضلي تفضل ما أدري أنا أم حسين لو حسين أم حسين أم حسين تفضلي تفضلي. عندي أبو جهالي مريض. نعم. وصار له 15 سنة ما يصوم. يأخذ علاج وفينطي كل سنة برمضان ينطي 22 كيلو نص طحين. أي نعم الفدية هذه. إيه يعني شلون يستوي حاله صيام يستحق ما يستحق؟ يستحق شنو؟ ايش تقصدين باللي يستحق؟ واجب عليه ما يصوم. هو اذا تقولين انت مريض وصار له 15 سنه هو يعطي فقط فديه. اذا شفي من مرضه يرجع يصوم مره ثانيه. اذا باقي مريض على حطيته ينطي هاي الفديه ويظل يستمر ينطي هاي الفديه. لان عنده علاج الظهر ياخذه. نعم يستمر ينطي فديه اذا هو باقي على مرضه. إذا لم يشفى وباقي على مرضه يستمر ينطي الفدية. بلي اي والله ننصحنا كل سنة. بلي اهلا وسهلا ومرحبا بيك يا ام حسين. خدمتك. احمد من النجف تفضل اخ احمد. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله اهلا وسهلا ومرحبا. خدمتكم تفضل اخ احمد. سيدنا سيدنا انا كثير السفر. نعم. يومي اطلب قبل اسبوع اطلع 10 مرات 15 مره. نعم. صار تقريبا 10 سنوات. نعم جميل. وعلى على صيام وعلى صلاتي في المحافظات بالنجف بالكلا وكربلاء. جميل. السؤال الصيام وصلاتي اي غير تمام لانه كثير السفر حكمه التمام بالصلاه التمام بالصلاه والاتمام ايضا بالصيام. كثير سفر انا حاليا 15 مره بالشهر او 20 مره بالشهر اطلع. اي نعم. واذا تقطع المسافه تكون المسافه تكون 45 كيلو على الاقل او هي 44 كيلو وشويه. اذا انت تقطع المسافه وانت هاي حالتك من 6 اشهر في السنه او 3 اشهر من سنتين تمام وفي الشهر الواحد لك يعني تطلع 15 سفره مثل ما تتفضل. نعم انت كثير السفر. اطلع بغداد مثلا اتصالات تمام سامر اطلع السفر تمام. بلي بلي وين ما كان تكون صلاتك تمام. مشكور سيدنا جزاك الله يخليك اهلا وسهلا ومرحبا بيك اخ احمد من الكوت. ام سجاد. ام سجاد من الكوت اهلا وسهلا ومرحبا تفضل يا ام سجاد. شلونك سيد؟ اهلا وسهلا ومرحبا تفضلوا. عندي والدتي. نعم.
ريت تسوي ضحية بعيد الأضحى إن شاء الله. وقالوا لها إذا سويت ضحية بعد أي مناسبة يعني مال عزاء فاتحة وهيك تروحين لا تاكلين ولا تشربين بيها. ليش؟ ما أعرف. قالوا لها الشكل وهي تريد تتأكد إذا دفعت ضحية بعد ما تروح للفواتح ولا تاكل ولا تشرب بيها. لا ماكو هيك شيء عندنا احنا. سؤال ثاني. تفضلي سؤال ثاني. زوجي كل شيء ما بي تمام الصحة والعافية. لا. بس الله ما هادي ما اعرف هو مدى يهدي روحه رب العالمين مدى يصلي كل ما يروح يريد يصلي يتوكل ويتجه للصلاة ويرد يبطل ويتركها اشهر. فشنو اسوي له حتى يقوم يصلي؟ انت بالنسبة لك تكليفك هو النصح والارشاد فقط. لانه يعني انا تعبت من قد ما انصحه. ما يخالف بي ثواب هذا من دائما تنصحي بي ثواب إلك دائما هيئي له السجادة هيئي له الإمكانيات تمام دفي له الماء حتى يتوضأ كلهن قدميهن سوي ذن المقدمات إله فبعد هو تكليفه يقوم يصلي ما يقوم يصلي المهم أنت حصلتي الثواب بالنصح والإرشاد وتوفير المقدمات هذا كله أنت حصلتي ثواب بهن بعد هو بعد ذلك تكليفه قام صلى بها ونعمت ما قام صلى الله يهدي ان شاء الله ما عليك غير الدعاء تدعين الى انه الله يهدي هو يقول اني هم تعبت من هذا الشيء اريد اصلي بس ما جاي اقدر لا المفروض يعزم على ذلك يعني يفرغ نفسه المقدمات اللي تلهيه عن الصلاه لازم يتركن سواء كان موبايل نظر الى التلفزيون عمل معين ذن الأمور اللي تلهي عن الصلاة إذا تركهن يظل يستمر بالصلاة طبعا شكرا لك أهلا وسهلا ومرحبا بيك يا مسجات من السماوة أبو أحمد ألو تفضل يا أبو أحمد أهلا وسهلا ومرحبا تفضلوا أبو أحمد خدمتكم أنا موظف السماوة ودوم بالحلة ثلاث أيام بالشهر نعم شنو حكم صلاة الصوم؟ تداوم بالحلة مقر؟ لا يعني اداوم ارجع يعني قصدي انه انت تروح مثلا هناك وتظل بالمقر 8 ايام يلا ترجع لهلك لو كل يوم راح يعني رايح جاي لا مقطع بالاسبوع يومين بالاسبوع يومين رايح وراجع رايح وراجع هاي اربعة والاسبوع اللي وراه هم اربعة ذن ثمانية لا احنا بالشهر عندنا اربع اسابيع يعني تقريبا 16 مره سفر لا 8 يعني بالاسبوع مره اذا هيك مرتين بالاسبوع اذا مرتين بالاسبوع يعني 16 مره انت عندك حاله سفر لا 8 يا ابو احمد احنا نحسب الروحه سفره والجايه سفره هيك مو تروح وترجع سفره واحده السفره هو قطع المسافه سواء من بيتك للدوام أو من الدوام إلى بيتك هذه يسموه قطع مسافة وقطع المسافة يعني سفرة فإذا تحسبهن تلقاهن 16 مرة مو صحيح لا صحيح وانت هناك مقر يعني داوم وترجع يعني متبات متبات هنا في هذه الحالة انت كثير السفر عنوانك كثير السفر وعليه وين ما كان وين ما تتحرك وين ما تسافر حكمك التمام بالنسبة للصلاة والصيام أهلا وسهلا ومرحبا بك نعم أبو أحمد انقطع الاتصال مع أبو أحمد من كربلاء كاظم من كربلاء تفضلوا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يا أهلا وسهلا ومرحبا أخ كاظم فقط قلل من صوت التلفزيون حتى نقدر نسمعك بلا زخم عليك مولاي تفضل أخ كاظم تكلم اي وياك تفضل أنا أم مريضة نعم الله يشفيها ان شاء الله بحق محمد رحم الله والديك وانا اريد اصوم نيابه عنها يجوز ما يجوز
الواجب ما يجوز ما دام ما زالت حية ما يجوز انت تصوم عنها. نعم بعد عمر طويل الله من ياخذ امانته تقدر انت تصوم عنها. زين هي مطلوبة منك من قبل يصير اصوم وياها الها؟ لا وانما تدفع فدية مقابل ذاك المطلوبته. فدية يعني نسع بلازح معلك 22 كيلو ونص من الطعام طحين. من الطحين دفع الى الفقراء عن كل شهر هي مطلوبته. اما اذا عن ايام يعني ايام معينة كل يوم ثلاثة ارباع الكيلو من الطحين الدفعة الى الفقير. ممنون منك سيدي. الله يخليك يا عزيزي. رحم الله والديك. الله يخليك. اهلا وسهلا ومرحبا بك اخ كاظم. موسى من الناصرية. موسى من الناصرية تفضل. اهلا وسهلا ومرحبا خدمتكم. عليكم السلام ورحمة الله. بس اخ موسى. الو. تفضل اخ موسى تكلم. عندي اليوم يا مس. صوتك دا يروح ويجي يا اخ موسى. ماذا يعني صوتك رايح جاي ماذا نفتهم من شيء من عنده. الو. نعم. مسوي لي صندوق. مسوي صندوق ما ذبي ذاتي. اي مع الأسف انقطع الاتصال مع الأخ موسى. سجاد من كربلاء. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا ومرحبا بك أخ سجاد. الله يرحم والديك. خدمتكم. سؤال رحمة لحمد سيدنا. تفضل. الله يحفظك سيدنا. دا أشك أحيانا تطلع عندي ماندة بزق يعني لسقة أو يعني ويحصل عندي دائما شك بالوضوء. حكم الشرع هنا هذا بعد البول أجلكم الله يطلع هاي المادة اللزجة تقريبا بعد البول أحيانا تحصل يعني من أقعد من النوم بتحصل هاي الحالة. ومن تقعد بعد النوم كان عندك يعني يسموه الانتصاب الصباحي فأنت تتحسس تلقاك رطوبة مو تمام؟ تتحسس أقول لك تلقى أكو رطوبة عندك من تقعد الصبح وبعد البول أيضا أكو فد مادة نوعا ما تمام. مثل اللزجة تمام. ثخينة تمام. هم تطلع بعد البول ذني يسموه المياه طاهرة ذني مو نجسة ذني يسموه المياه طاهرة اللي هي الوذي والمذي والودي ذني مياه طاهرة وليست نجسة. انت اذا بعد ذلك تسوي الخرطات التسعة بعد التبول فما عليك شيء اذا شفت بعدين فد رطوبة معينة على ملابسك لا شيء عليك. نعم ما تأثر شيء بعد الخرطات اذا شفت رطوبة ما تأثر شيء ما تأثر شيء ما تأثر بل زين سيدنا ولو زحمة بس سؤال ثاني ارحمت لك عندي دائما يعني احس بداخلي عندي شك اثناء الوضوء ده يحصل شك هنا شك بشنو بالضبط؟ شك بالوضوء يعني احيانا يعني اخاف مثلا المسجد هاي المسجد يعني ما له قصود وانا يكون وضوء يعني هذا دائما يحدث معك لو فترات معينه فترات معينه يعني مو دائما طبعا دائماً. هو الشك لا يعمل به اليقين هو الذي يعمل به. انت اذا كان مثلا متيقن انه اكو فد شيء بالوضوء ما سويته ترجع تسوي. لكن اذا كان مجرد شك مجرد الشك لا يعمل به شك هذا. خدمتكم مولانا اهلا وسهلا ومرحبا. وصلنا الى ختام البرنامج. إن شاء الله نلتقيكم يوم الأربعاء القادم بنفس هذا التوقيت. إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث.
سبحانك يا